ابي يا ابي شو بدك ابي؟ والله في سؤال صعب ما عم بعرف حله ولا عم بعرف اجابته. لك ابي في شيء صعب؟ ايه والله يا ابي كثير صعب السؤال. يا ربي درسك بتعرف الاجابه؟ قريت المنهاج كله ما كنت افهمه. السؤال شو هالسؤال؟ والله يا ابي ما صعب صعب السؤال. يعني فكرك اعتمد علي؟ ما راح جاوبك انا، ما راح جاوبك. عيب الانسه، ما عم تحس انه انا اللي عم جاوب دائما؟ بلا بلا يا دا، مشان هيك عم تاخذ صفر انت. خلص ما راح الا انت جاوبتني عليها المره. ما انت بتحس من طريقه الاجابه انه زلمه واعي فهمان عم جاوب شيء؟ شو هالسؤال الصعب عندك؟ يعني والله ماني فهمانه. قال لي ماذا يسمون اللغه العربيه هي اللغه الام؟ شلون هي اللغه الام؟ ما عم بفهم. شو السؤال؟ لماذا يسمون اللغه العربيه هي اللغه الام؟ لماذا يسمون اللغه العربيه اللغه الام؟ ايه اكتب عندك الاجابه. ايه ابي يسمون اللغه العربيه اللغه الام لان الاب نادرا ما يجد الفرصه للكلام. هذا مضبوط يا ابي.